نعم فنحن طالبنا الحكومه المركزيه باحتساب هذه سنوات الخدمه على اعتبار هناك ماده قانونيه الماده 61 تنص على انه كل من يمتلك خدمه لا تقل عن 6 سنوات انه يتثبت على الملاك الدائم وفق ضوابط وقوانين وضعها مجلس الخدمه الاتحادي او الامانه العامه لمجلس الوزراء. بالتالي هذه الشرائع الاخرى مثل ما بين الاستاذ ضيفك الكريم انه كانوا يتقاضون اجر من الوزارات الاخرى مثل موظفين عقود الكهرباء وموظفين عقود البلديه والصحه وغيرهم. هؤلاء العقود كانوا يتقاضون اجر نتيجه الخدمه اللي يقدمونها في الوزارات. اما نحن على العكس كنا نعمل بنفس العمل الذي يؤدونه هذه الشرائح الاخرى لكن بصفه مجانيه. الدوله حجتها انه انتم اليوم كيف انه احنا نحتسب هذه السنوات سنوات خدمه فعليه واحنا بالاصل ما مستقطعين عندكم لا تقاعد ولا احنا هم ايضا لقينا عليهم الحجه وقلنا لهم يا ابي اذا انت حجتك التقاعد والاستقطاع والضريبه والضمان وغيرها انت من تثبتني على الملاك؟ ايش قد علي انا مخصصات ماليه على مدى هاي السنوات 6 اللي انت حاسبين لي؟ نعم استقطعهم من راتبي وانا مثبت على الملاك الدائم.